معكم محمد سالم السيف، مدير إذاعة الخليجية، وفي نفس الوقت أيضا مذيع أخبار في تلفزيون دبي، وشغال في مهرجان دبي السينمائي في هذه الدورة، الدورة السابعة. نحن عملنا في هذا المهرجان نشتغل مع الفي اي بي جيست لدول مجلس التعاون، منهم طبعا مثل الفنانة حياة الفهد، عبد الحسين عبد الرضا، سعد الفرج، اللي لعبوا دور كبير في الساحة التمثيلية وأيضا على الساحة السينما. دورنا نحن في هذا المهرجان من البداية، من حضورهم هاي للممثلين، الترتيب معاهم، التنسيق بالمواعيد، متى يتواجدون في مهرجان دبي السينمائي، وفي نفس الوقت بعد ذلك ننتقل للخطوة الثانية، نرتب لهم أمور الحجوزات في الفنادق اللي طبعا تقام بها مهرجان دبي السينمائي. الخطوة الثانية طبعا التنسيق من خلال تواجدهم في فعاليات مهرجان دبي السينمائي، وخاصة العرض الرئيسي اللي يقام في تمام الساعة 8:00، والمشي عبر الريد كاربت، وأيضا الجالا دينر اللي بعد عرض السينمائي الرئيسي. تواجدنا خاصة الإعلاميين في مهرجان دبي السينمائي أن نحن نوصلهم رسالة مهمة، هذا المهرجان مهرجانهم، خاصة مواطني دولة الإمارات أو من دول الخليج العربي واللي حوالين هذه المنطقة، أن يلعبون دور كبير في تطور الساحة السينمائية.